السلام عليكم أصدقاء، معكم ياسين من قناة ياس بلاي. سعدت لكم بحلقة جديدة من لعبات Red Dead Redemption 2. في هذا المقطع سنتطرق لأحد المواضيع المهمة جدا، وسنكتشف أسرار أحد المنظمات السرية التي القليل والقليل من الأشخاص هم من يعرفونها، وهي منظمة الكوكلوكس كلان أو ما تسمى بالKKK. هذه المنظمة العنصرية تم تأسيسها في سنوات الثمانينات، لأنني لم أبحث كثيرا في هذا الموضوع في الويكيبيديا، بحثت فقط عن مكان تجمع هذه المنظمات السرية الخطيرة جدا على المجتمع، وبالفعل اكتشف مناطق تجمعاتها، وهم يظهرون في لعبة Red Dead Redemption في 3 مناطق، هنا بالقرب من رونز، وكذلك يظهرون هنا بالقرب من الفلات نيك ستيشن، يجتمعون ويتدارسون كيف سيستطيعون السيطرة على العالم، وكذلك يظهرون في أحد هذه المناطق هنا في الداكوتا ريفر. بالنسبة للماركر وضعته فقط عشوائيا، يعني من الممكن أن يظهروا لنا هنا، من الممكن أن يظهروا هنا بالقرب من النار في بعض الأحيان هنا. ظهورهم ترتيبي، يعني يجب عليكم أولا الالتقاء بهم بالقرب من رونز في تلك المنطقة، وبعدها الانتظار ايام او اسابيع او اشهر، لست متاكد لان لم يسبق ان ظهرت لي هذه الكاتسين او هذه اللقطه العشوائيه التي تظهر في Red Dead Redemption. لهذا السبب قررت تسجيل هذا المقطع لكي نتحدى انفسنا ونكتشف هل ستظهر لنا هذه المنظمه السريه، واذا ظهر لنا اعضاؤها سنحاول تكلم معهم، لما لا الهجوم عليهم عمل لوت لكي نكتشف هل يحملون معهم اسرار، هل هم اغنياء عندهم كنوز ام ماذا سيحدث. واسرع طريقه لكي نتجه نحو المكان هي الذهاب لستيج كوتش في البلاك واتر، وبعدها السفر لرودز. بعد وصولي لرودز علي النوم حتى منتصف الليل، لأن الكاتسين الخاصة بهم تظهر تقريبا في منتصف الليل، عكس هذا لن تظهر لكم يا أصدقاء. نأتي إلى هنا وسط من هذه الغابات، هل في إمكاني عمل كامب بالقرب من هذه الشجرة؟ نعم أستطيع، جيد، سننام حتى منتصف الليل، بعدها سنتجه للمنطقة وأتمنى أن تظهر لي تلك الكاتسين لأنها نادرة كذلك، يجب أن نكون محظوظين لكي تظهر لنا. بعد بحثي في الويكيبيديا الخاصة بريد ديد ريدمبشن قالوا بأنه يظهرون ما بين 12 ليلا والخامسة صباحا، أتمنى صراحة أن نلتقي بهم الآن. الشتاء تتساقط، من الممكن ألا يظهروا أثناء تساقط الشتاء، يجب أن تكون الأحوال عادية جدا لكي يظهروا لي، برغم من هذا سأجرب حظي. هناك أضواء في ذلك المكان، تعال تعال يا حصاني أيها الغبي، لماذا ذهبت؟ أردت فقط أخذ الأسلحة، حتى إذا ما كان هناك أشرار في ذلك المكان سأقوم بقتلهم، المعركة ستكون شرسة جدا ضد هؤلاء الكلاب. بالنسبة لمجموعة الكوكوكس كلان فإنهم يظهرون في هذا المكان بالضبط، لكن أتوقع بأن عليكم قتل هؤلاء الأشخاص وتدمير الكامب الخاصة بهم لكي تظهر لكم عصابة الكوكوكس كلان. سيبدأ هؤلاء العصابات بالهجوم علي، سأدمرهم على السريع وأمسك كذلك شخص ما، سأحاول إنقاذه، أتمنى فقط أنه لم يموت. لا بل قتلوه، أمسكوا بشرطي في هذا المكان وقتلوه. عصابة الكوكوكس كلان لم تظهر لي مع الأسف شديد صراحة في هذه اللقطة، لهذا السبب سأعمل سيف جيم، لم أستطع إنقاذ هذا الشرطي المسكين، بعدها سأعود للمنطقة وأتوقع بأنهم سيظهرون لي. هيا لكي نجرب حظنا بشخصيات آرتر مورغان في هذه المرة، تجولت قليلا باستعمال جون مارسن، مع الأسف لم تظهر لي صراحة تلك اللقطة. الساعة الآن 12:07، في هذه المرة سأنتظر قليلا حتى 2 ليلا وبعدها سأذهب للمكان. في هذه المرة لم أجد الكيكيكي بل وجدت كاتسين أخرى، هؤلاء ليسوا عصابات. إذا تذكرتم عندما جئنا بجون مارسن اكتشفنا بأن هناك عصابات سيطروا على هذا المكان، وفي هذه المرة ظهرت كاتسين أخرى أصلا. أكيد سأساعدك يا صديقي، لا مشكلة لدي، طلبوا مني إحضار بعض من الإنجريدينس لهم لكي يقوموا بصنع الخمر، يعني أن اللقطة تتغير على حسب الشخصيات، كذلك على حسب توقيت ظهور الكاتسين. بما أن عندي تلك الأعشاب، ها هي أض توباكو بلانت، خذ يا صديقي استمتع بوقتك، الآن سيصنعون عصيرا عالي جودة، صديقنا سيحاول تجربته. لكن أين هي لقطة الكيكيكي؟ أريد لقطة الكيكيكي لكي أظهرها للشباب. ماذا أقول، ليس جيد لكن رائع جدا. حسنا يا أصدقائي مع السلامة، علي استعمال الآن سيف جيم أخرى. من الجيد أن عندي صراحة العديد من سيف جيمز لكي نستطيع تجربة الأمر، دخلت لي سيف جيم أخرى، في هذه المرة سأنتظر، لن أذهب مبكرا للمنطقة، بل سأنتظر حتى الساعة 1:30 تقريبا أو 2:45، لأنني ذهبت للمكان ما بعد 12 بجون مارسن، ظهرت لنا الكاتسين الخاصة بأولئك العصابات، بعدها ذهبت في 1:30 ظهرت لنا كاتسين خاصة بأولئك الأشخاص، أعطيناهم الطوباكو لكي يصنعوا ذلك العصير، والآن سأنتظر حتى 2 بعد منتصف الليل
ومن الممكن أن تظهر لنا اللقطة الخاصة بالكيكيكي، وإذا لم تظهر فإنني سأوقف تسجيل المقطع الآن وسأكتشف طريقة ظهور الكيكيكي وبعدها سأعيد تسجيل المقطع لكم لكي أظهر لكم جميع هذه الأمور. أغلب اليوتيوبرز لا يستعملون الاستراتيجية التي أفعلها أنا مع الشباب، بل يظهرون لكم فقط اللقطات الخاصة بالكيكيكي، يعني يكونون قد سجلوا المقطع سابقا، يضيفون فقط التعليق الصوتي ويظهرون اللقطات. بالنسبة لي أنا أحب أن أظهر لكم جميع المراحل التي مرّت منها حتى ظهرت لي تلك الكاتسين لكي تستفيدوا أنتم كذلك، ولكي أختصر على لاعبي ريد ديد ريدمبشن 2 الوقت، وهذا سيساعدكم لكي تستفيدوا من المقطع أفضل بكثير. الساعة الآن 2:00 وسمعت صوت غريب جدا صراحة في هذا الاتجاه. نعم هناك مساجين، لقطة المساجين السرية كذلك ظهرت في منتصف الليل. الآن هي لكي نتجه عند الكيكيكي، وهناك ضوء كذلك في المكان. أنا الآن أتساءل هل ظهرت لقطة الكيكيكي؟ أتوقع ذلك، ظهرت لقطة الكيكيكي الساعة، وهذا يعني أن هذه اللقطة النادرة تظهر في 2:15. شاهدتموهم؟ واو، أخيرا ظهرت لي بعد عناء طويل جدا. أتمنى صراحة أن يعجبكم هذا المقطع يا أصدقاء، وإذا عجبكم فلا تنسوا ادعمونا بالضغط على زر لايك وانشروه مع أصدقائكم. واو، أول مرة تظهر لي اللقطة الخاصة بالكيكيكي. شاهدتموهم يرتدون تلك الملابس المخيفة جدا والمرعبة. هذا الشخص قال لي أصمت. بالنسبة لعصابة الكيكيكي فإنهم عنصريون ضد الناس خصوصا أسوادي البشرة. قال لي هذا الشخص أصمت وهو أبيض البشرة. شاهدتم أغلب أعضاء الكيكيكي أبيضي البشرة. اعتقدت بأن هذا الشخص سيهجم علي لكنه لم يهجم. ماذا سيفعلون الآن بالضبط؟ هذا هو زعيمهم. يريدون حرق الكروس، لا يؤمنون بالمسيح، أحرقوا الكروس. اشتعلت النيران في ذلك الشخص، اشتعلت النيران في شخصين وليس في شخص واحد فقط. زعيمهم الذي سيحدث لزعيمهم شهيد، لقد هربوا. احترق شخصين من الكيكيكي، حاولوا إحراق الكروس فاحترقوا. زعيمهم سأحاول التكلم معه. أنت بخير يا صديقي. واو، زعيمهم يرتدي زي أسود، هو مختلف شيئا ما عنهم. أي تعال تعال تكلم معي. أجاب جون مارسن بأن لباسكم مجنون. يريد الهجوم علي. حسن يا زعيم الكيكيكي أيها الكلب، أردت الهجوم علي، أنا من سيدمرك الآن وسيمسك بك وسأحرقه وسط من ذلك الكروس. سأعمل لك ذلك اللوتين لكي أكتشف. كما ذكرت لكم في بداية الفيديو الحمد لله أنني لم أنسى، حصلت على 200 نوت. جيد، من الجيد أنني حصلت عليها. والآن سأريك يا أيها الزعيم، زعيم الكيكيكي، سأدمرك. دروب، سأرميه وسط من النار. لم تصيبه النار بعد، حسنا سأقربه. هيا احترق الآن يا أيها الكلب، اشتعلت فيه النيران هو كذلك. يعتقد زعيمهم بأن سيبقى على قيد الحياة بما أن هجم علي وضربني، يستحق ما حدث له الآن. ها هم زعماء الكيكيكي، هذا الشخص لقد احترق نهائيا، وهذا كذلك، وزعيمهم لقد لحق بهم الآن. امتلئ هذا الكروس بالنيران صراحة. الآن سأهرب وسأبتعد أنا كذلك لكي لا تصيبني النيران، وهيا لكي نقرأ تلك النوت. نوت طويلة جدا وفيها كذلك الدماء، ملطخة بالدماء. هيا لكي نقرأ. وارت ليميتين مينيتس التانديز 6. الأوفيشال تايتل تو بي تشينجد أجين. هذه المنظمة كبيرة جدا، توقعت بأنها ستكون منظمة صغيرة لكن لا، هي كبيرة. وبالنسبة للأعضاء من جنس النساء، قال لهم لا، ستيل أفيرم نو، لا يريدون إدخال النساء معهم. وهناك كذلك بامفليت كتبها نوريس فورسايت. Has anybody read it؟ وتساءل هذا الشخص هل قرأها أحد الأشخاص؟ يعني هناك بامفليت يجب علينا البحث عليها وإيجادها كذلك. Disappointing attendance numbers again. وفي الأخير لقد حزن هذا الشخص لأن أعداد الأشخاص الذين جاءوا للموعد، موعد الالتقاء، فإنها قليل جدا، فقط 6 أشخاص. أتوقع بأنها أرسل هذه الورقة لزعيمه الكبير جدا، وقال له بأن الناس الذين جاءوا 6 فقط، عدد قليل جدا إلى آخره، ويريدون تكبير هذه المنظمة لكي يسيطروا على العالم. لكن أعتقد بأنني سأودعكم يا أصدقاء، أتمنى أن المقطع الخاص باليوم أعجبكم. تاني ميتين لهم أو تاني موعد للالتقاء فإن سيكون هنا في هذه المنطقة بالقرب من فلات نيك ستيشن كما ذكرت لكم.
ويجب عليكم فعل نفس الشيء التي فعلته أنا مع الأسف يا أصدقاء. والتوقيت فإنه يتغير، في بعض الأحيان سيظهرون في الليل، في بعض الأحيان في المساء. ليس من الضروري أن يلتقوا فقط في الصباح، وبعدها اللقاء الآخر يكون هنا في هذه المنطقة بالقرب من تاكوتا ريفر في أحد هذه الأماكن هنا. إذا لم تخني الذكر لأن لم يسبق لهم أن ظهروا لي، بحثت فقط في الويكيبيديا، وهذه المعلومات التي نشرتها معكم مأخوذة من الويكيبيديا. لكن الآن سأودعكم، أتمنى أن المقطع الخاص باليوم أعجبكم. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.